الحق سبحانه وتعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما هو البلاء؟ ايه البلاء ده؟ يظن الناس ان البلاء هو الشر. لا، البلاء يقول الله فيه: ونبلوكم بالايه؟ بالشر والخير فتنة. اذا ففيه بلاء بالشر وبلاء بالايه؟ بالخير، ليبلي المؤمنين منه بلاء ايه؟ حسنا. اذا فيه بلاء حسنا. اذا كلمة بلاء لا تخيفك، تخيف ايه؟ انت هتنتهي من البلاء الى ايه؟ يبقى انت الذي تخيف نفسك بنهايتك من البلاء. ان كان البلاء والابتلاء فصبرت عليه، او بلاء بالنعمة فشكرتها، يبقى انت نجحت، يبقى البلاء كويس قوي. ادي معنى ليبلي المؤمنين ايه؟ بلاء ايه؟ حسنة. ويبلوكم بالشر والايه؟ ولذلك انا قلت في الحلقة اللي كده: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فايه؟ فاكرمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه. يبقى اذا الابتلاء في الايه؟ في ايده، والابتلاء في ايدي. يبقى اذا كلمة الابتلاء ما تخافش منها، زي كلمة امتحان. هل تعني كلمة امتحان سقوط؟ لا. ولا قد تعني نجاح؟ نجاح. كذلك الابتلاء، هتنجح فيه ولا تسقط؟ هتنجح ولا تسقط؟ يبقى كلمة الامتحان في ذاتها مش مذموم. مذموم عند مين؟ عند اللي اللي ما بيذاكرش، اللي ما بيلتفتش، وهينفضح. وهينفضح ايه؟ هينفضح امره. اذا كلمة الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يقول في خليله ابراهيم: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، يعني اختبره ايؤدي او لا يؤدي. وما دام ربنا بيبتلي بالشر وبيبتلي بالخير، يبقى اذا ابتلى بالشر يريد من يصبر، مش كده؟ واذا ابتلى بالخير يريد من يشكر. علشان ايه؟ علشان ننجح. وفي ذلكم بلاء ايه؟ فان كنتم في سوم العذاب صابرين، ادي يبقى نجحت في البلاء. وان كنتم في استقبال نعمة الانجاء شاكرين، يبقى نجحت في البلاء. يبقى اذا فيها بلاء من ايه؟ من جهتين: بلاء بالشر وبلاء بالايه؟ وبلاء بالشر. الاشياء التي حدثت لكم من تقتيل وذبح وتعذيب وسوم عذاب وخدمة والى اخره، ان كنتم قد استقبلتموها بالصبر يبقى نجحت. والانجاء ان استقبلتموه بالشكر يبقى ايه؟ يبقى وفي ذلكم بلاء ايه؟ بلاء عظيم، يعني اختبار وامتحان ايه لكم. وكلمة البلاء وحدها لا توهم النفس انها سيئة، بل انها اما ان يكون للخير واما ان يكون للايه؟ الشر. وكذلك الفتنة، الناس بتظن الايه؟ الفتنة دي برضو وحشة. نقول لا، ده الفتنة معناها عرض الذهب على النار. الذهب لما يختلط بشوية مواد يقوم يعرضوه في البواتق على الايه؟ على النار، ويقعد كده عشان يطرد ايه؟ الخبث، الخبث بتاعه والمواد الغريبة، ويبقى ايه؟ هذه الفتنة. ولذلك احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ مش ممكن. يبقى برضو الفتنة ما تخافش منها، ما هي برضو الفتنة ايه؟ طهارة، تطهير وتمحيص، علشان المعدن يطلع منه الخبث كله ويفضل مع الجوهر الايه؟ الجوهر الايه؟ النقي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اي بلاء من جهتين: انتم اللي تقدروا تنجحوا فيه ولا ايه؟ ولا تسقطوا.